وانا ما داير اجيب كثير. انت عارف البنات دي اللي بتبرجن بقول لك عشان اتزوج واحدات كده واحدات بقلدن. وفي النهايه الزواج ده الله قاسمه ولا ما قاسمه؟ مكتوب في اللوحه المحفوظ. وذات الراجل اللي بيجي ياخذها هي متبرجه ده بتاع جوطه ساي. وده ما عنده ديوث في الغالب. ما عنده غيره. لكن اللي بيجي بيسال يا جماعه دار لي بيت مؤدبه، بيت محترمه، بيت خجوله، بيت عندها دين، بيت بيت ناس، بيت اصيله، بيت كذا، بيسالوا لحد ما يجيبوا البيت. وناس الفريق بيكونوا حافظين البنات المحترمات. والله ما حافظينهم، حافظين يقول لك والله فلان ده عنده بيت، الله يقول لك خدتها في الجرح. هم بيقولوا كذا يعني تبر ابره ذاته. يمشوا كذا الى هنا ان كان المثل ده فيه كلام، لكن في النهايه شنو؟ يمشي يدق الباب ويجيبوا النظرة الشرعية. النظرة الشرعية يعاين لها براءة وكذا، يعاين وشها وشعرها ويديها وبداية كرهها وكذا، زي ما قال الشيخ العثيمين أقدام. وأبوها يكون قاعد ولا أخوها محرم يكون موجود، ده بيمشي بينظر لها، يسمى النظرة الشرعية. لكن دي لا فساي بتاع الدكان نظرة ما شرعية، بتاع الركشة نظرة ما شرعية، البلد جت نظر يعاينوا ليها، وذاته ده بيمشي نظرة شرعية يعاين لشنو تاني؟ وكله إيدي شكلها ده فات النظرة الشرعية ذاته.